حين أسس الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور مدينة بغداد المدورة، أراد لها وضعاً استثنائياً يتماشى مع مكانة الدولة الإسلامية، فاختار الموقع بدقة وسط مدن العراق، واختار لها تصميماً فريداً حتى شكلت مدينة السلام عبر قرون مركزاً سياسياً وثقافياً وسكانياً مزدهراً وموطناً للعلماء. تذكر مصادر التاريخ أن المنصور بعد أن أكمل مدينته المدورة على الضفة الغربية التي تعرف اليوم بالكرخ في عام 146 هجرية، وبعد كثرة الوافدين إلى عاصمة الخلافة، أمر ببناء سوق يضم أصحاب الصناعات والتجار والباعة، وفعلاً شيدت الكرخ سنة 157 هجرية. الكرخ هو اسم آرامي بمعنى القلعة أو المدينة المحصنة، ويرى ياقوت الحموي أن أصل كلمة الكرخ نبطي، ويرى غيره من المؤرخين أنه سرياني مشتق من فعل في هذه اللغة بمعنى ساق الماء إلى مواضعه. ويعم استعمال كلمة الكرخ على كل مناطق الجانب الغربي للعاصمة بغداد. التي حظيت بخصوصية ومكانة في الكرخ هي منطقة التكارتة، أقدم مناطق بغداد، وقد تحولت أغلب محلاتها إلى مشروع سكني حديث في التسعينات، وتغيرت معالمها وهدمت منازلها القديمة. منطقة الكرخ من المناطق القديمة اللي أسسها أبو جعفر المنصور، كرخ بغداد، فكان بيها مركز الخلافة، جانب الرصافة، دوائر الدولة ومعسكرات الجيش، سكن الملوك والخلفاء وين كانوا؟ في جانب الكرخ. فكانت منطقة يعني ضيقة، كرخ بغداد يعتبر هاي المناطق المركز مالها. بعدين امتدت هاي المناطق العطيفية والبياع والإيش كذا، هاي المنصور المأمون اليرموك على لاحق هاي امتدت، ولا كرخ بغداد محصور بين الشواكة وبين الجعافر، محصور بهاي المنطقة الكرخ الأولي. ذكرياتنا بها يعني نشأنا بها وولدنا بها والمؤلمة والمفرحة، الذكريات الزينة كلها، والناس الأولانيين الطيبين راحوا، وبقت متمسكة بعض العادات والتقاليد اللي توارثناها، يعني مساعدة الغير، الصدق مع الناس، حب الناس، يعني هواية أمور، هواية أمور الطيبات اللي انفقدت بهاي زمن العولمة وزمن هاي السوشيال ميديا مالكم وإيش ذني انفقدن، بس بقت أهل الكرخ متمسكين بيها ما يقدرون يعوفوها. شوف، لأنه يسري بالدم،
يعني موضوع الغيرة والشهامة والنخوة والمروءة هاي كلها موجودة تسري بالدم، يعني مو كتاب وتقرأ لا. كانت المنطقة ومحلاتها تمثل قلب بغداد اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، وكانت تنطلق منها التظاهرات المناهضة للحكومات أو المؤيدة لها، إذ فيها تنوع سياسي فريد يشمل أغلب التوجهات والأفكار والأحزاب السائدة آنذاك. وبرغم هذا التنوع فقد كانت تلك المنطقة تتميز بأجواء من الألفة والمحبة والترابط الاجتماعي. هي هاي العالم من نزحت يعني من الاعمال ماكو وكذا جت هنا لبغداد فسكنوها عزاوين والجبور، هي ترى بس الاسماء تختلف، مشاهده فحامه بس هي كلها منطقه واحده. اي منطقه واحده وكانت الفه بين الناس وناس طبع على ناس وواحد يودي للاخ اللي محتاج اكل. هسه شويه مو اقول لك يعني هي كل العراق اختلف مو بس المنطقه مالتنا. الجلوس على ضفاف نهر دجلة أكثر ما امتازت به هذه المنطقة لجمال النهر والسباحة فيه وانتظار العابرين والصيادين بما يحملون من أسماك. تتألف هذه المنطقة من الرحمانية والجعافر والتكارتا والست نفيسة وخضر الياس وسوق الجديد وجامع الحبيب العجمي ورأس الجسر وساحة الشهداء وسوق حماد المشهور الذي يلتقي مع سوق الجديد بزقاق يصل إلى الجعافر. كانت محلة التكارتا تتألف من 9 أزقة أو درابين كما يسميها البغداديون، أبرزها دربونة بيت الجواري ودربونة بيت عذية ودربونة بيت الزنكي والدوريين ودربونة الحاج داود الحاج سلمان الجبوري والكبيسي. وكانت هذه الدرابين موطن ومولد الكثير من علماء العراق وقضاته ومحاميه وساسته وصحفيه وأطبائه وضباطه. أما دربونة بيت طوبان فقد أخذت تسميتها من وجود بيت طوبان المشهورين في بيع الباتشا، وهي الأكلة البغدادية العراقية المشهورة. حيك بابا حيك ألف رحمة لبيك، هذول العذبوني هذول المرموروني وعلى جسر المسيب سيبوني على جسر المسيب سيبوني. والله
بالنسبة لمنطقتنا هنا كان بوقتها أكثرهم كانوا قيادة عسكرية، وصارت سقوط الحكم بزمن عبد الكريم قاسم. طبعا كانت مظاهرات قائمة دائما، مظاهرات حتى تطلع المدارس، على المدارس مظاهرات. ذكرها الشعار مال لو طلعوهم للسرجال وقتها أيام زمان، كل وقت إلى وقته كان. فأكثر المظاهرات كانت تطلع للمدارس، تطلع المدارس ومن تطلع المظاهرات تنتهي، راح القسم منهم راح على الشهداء، ما الشهداء شو اسمها، صارت بيها مظاهرات هواية. وكذلك منطقة التكارتة هم كانوا يطلعون بها شبابنا مظاهرات، ويدون أحزاب تعرف مختلفة كانت بالمنطقة، أحزاب كثيرة وش اسمها وشاركت، الآن سقوط النظام. وهاي عرف عن منطقة الكرخ عموما رفضها الغزو الخارجي، فكانت أولى مقاومتها ضد الاحتلال البريطاني. ومن أشهر المعارك معركة أهل محلة خضر الياس مع جنود الاحتلال الإنجليزي في عشرينات القرن الماضي، عندما أرادت القوات البريطانية اعتقال يوسف السويدي الذي كانوا يطاردونه، فاحتمى بأهل المحلة وحدثت مصادمات مسلحة أدت إلى مقتل عدد من أبناء المحلة. وفي عام 2003 بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، شهدت المنطقة نفسها معارك مبكرة ضد قوات الاحتلال الأمريكية، وكانت إحدى أهم الحواضن للمقاومة العراقية، وتعرض سكانها لأكبر حملة تهجير واغتيال، وهو ما تسبب بنزوح الكثير من سكانها الأصليين. والله أثرت هواية، يعني خاصة كانت مشاكل معربة خاصة من الطائفية صارت، فكانت المناطق ما تقدر توصل الفحامة، توصل الرحمانية، ما تقدر توصل المناطق، يعني أبسط ما تقدر تروح، محصورين ببيوتنا ما نقدر نطلع لا منا ولا منا. كانت المشاكل تخوف، يعني الإنسان كان ما يأمن على نفسه من يطلع. حتى كانت الأمريكان تجون للمناطق هنا موجودين، وشوف صار فيها قتل هواية وضحايا راحت هواية. المنطقة هذه تقريبا تعد هي أصل الكرخ، أصل الكرخ وأصل منطقة بغداد القديمة. وهي المنطقة اللي هي تسمى قبل مع هذه الشوارع المحيطة سوق حمادة، وهذه المنطقة يسمونها التكارتة نسبة إلى كثرة التكارتة اللي كان فيها مقارنة بالسوامرة اللي كانوا بالمنطقة المجاورة. هذه المنطقة الحقيقة ولادة بأهل العلم وأهل الخير والفضل. من ضمن المشاهير الذين خرجوا من هذه المنطقة الحافظ خليل إسماعيل. حافظ خليل من أهل هذه المنطقة، وكان في المسجد المجاور المسجد ثرية، وكان يتردد على هذا المسجد كثيرا. ومن الشخصيات العلمية المشهورة الشيخ نجم الدين الواعظ، كان في الجامع المجاور لمسجدنا، وشخصيات كثيرة حقيقة قد لا تحضرني أسماءهم كثيرا. لكن المنطقة هذه هي أصل الكرخ، ولا يخفى عليك أصل الكرخ كان فيه من أهل الخبرة وأهل الخير وأهل الفضل الشيء الكثير، خصوصا أنه بجانبنا سيدنا الشيخ معروف، وفيه ما شاء الله شخصيات كثيرة جدا ضمن هذه المنطقة. الشوارع المهمة في هذه المنطقة شارع حيفا، أحد أبرز الشوارع الرئيسة والحيوية في بغداد، وسمي نسبة إلى منطقة حيفا شمال فلسطين المحتلة. ويربط هذا الشارع منطقتي الصالحية والعطيفية، ويحتوي على العديد من البنايات السكنية العالية
والمؤسسات والمباني الحكومية. يتصل شارع حيفا بثلاثة من الجسور التي تصل بين مناطق الكرخ والرصافة، وهي جسر باب المعظم من ساحة الطلائع، وجسر الشهداء من ساحة الشهداء، وجسر الأحرار من ساحة الملك فيصل. أغلب البنايات الحديثة في هذا الشارع أنشئت قبيل انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي في بغداد، وساهم في تصميمه نخبة من المعماريين والمهندسين العراقيين والأجانب، فكان شارع حيفا إحدى الواجهات العصرية للعاصمة العراقية بغداد. والله المنطقة منطقة عريقة من قديم الزمان، حتى كان هذا الشارع يفوت به ملك فيصل أيام الخمسينات، شارع الشيخ معروف. فالمنطقة قديمة وسكنتها كلها أكثر المنطقة من جبور الهيب وجبور أبو عامر، وكذلك سكنت اللي غاد من منطقة المشاهد، يعني منطقة عن منطقة تفصل بس الساجية، فرق بينات المشاهدة عن الشيخ علي بس تفصلهم ساجية. فالجهة اليسرى المشاهدة والجهة اليمنى الشيخ علي. فأكثر الشخصيات طلعت من منطقة الشيخ علي ومنطقة المشاهدة. ديكارتا والفحامة، مسافة الفحامة تبعدها عن شارع، كذلك منه أنا تبعد الشارع عن منطقة ديكارتا، وكذلك منطقة الرحمانية فرقهم بس الشارع. فالمنطقة كلها كبيرة بالمنطقة، ويسكنها عوائل راقية، كانت من ضمن العوائل بيت حداد، حمد الزرقة مشهورين هنا في المنطقة لأنهم أهل الجبور، شيوخ الجبور، عبد الله المهيدي بالمشاهدة هم جبور، كذلك منطقة المشاهدة أحمد خضير، شيخ أحمد خضير، وكذلك حاج محمد أبو طلال وأبو سلام محمد المشايخي، كلهم ذولا قدماء المنطقة وخرجوا منها أجيال. ففرق رياضية طلعت من المنطقة كانت اتحاد سعد وأنوار الرحمانية وشبال المشاهدة وناشئة المشاهدة، كلها فرق وصلت إلى مستويات عالية بلعبها، كانت تنافس حتى تطلع خارج بغداد. في المنطقة العديد من المساجد القديمة والأثرية، أبرزها جامع التيكارتا، ويقع في سوق حمادة على ضفاف نهر دجلة، وليس هناك تاريخ محدد لإنشائه، ولكنه جدد في عام 1254 للهجرة الموافق 1838 ميلادية، ويحوي الجامع على حرم واسع فيه مصلي يتسع لأكثر من 500 مصلي. سمع الله لمن حمده. كما يحوي حرما آخر مخصصا للنساء، وتبلغ مساحته الإجمالية
2000 متر مربع، وفيه قبة بيضوية الشكل مغلفة بالكاش الأزرق، ويحتوي على مئذنة عالية مربعة القاعدة ذات طراز معماري جميل، تمت صيانته وترميمه في عام 1950 ميلادية، ومن ثم أعيد بناؤه بالكامل وبصورة مختلفة وبتصميم حديث في عام 1413 للهجرة الموافق عام 1992 للميلاد، حيث شيد وبني في نفس المكان القديم لمنطقة خضر الياس. حقيقة المسجد كان عبارة عن أشبه بيكون بغرفة صغيرة أو غرفة، يعني ليس مسجدا كهذا المكان الذي ترونه. كان على ضفاف نهر دجلة، ثم عند سنة 1991 تقريبا تم تجديد المنطقة ككل، وضمن الأبنية التي تم تجديدها هو هذا المسجد. فكان مسجدا ثم صار مسجدا فيه خطابة وعلى هذا الكبر الذي ترونه. والله لا تتوفر يعني معلومات دقيقة، ولكن المسجد القديم قديم قديم، يعني قد يكون يرجع إلى الدولة العثمانية يعني، لكن تم تجديده في زمن السلطان غازي سنة 1354 هجرية تم تجديده. أما التأسيس الأول لا تتوفر يعني عندنا معلومات عليه. المسجد حقيقة يمثل المنطقة يعني منار هداية ومنار إصلاح ومنار خير وعلم، يعني إضافة إلى الخطابة التي غالبا ما يهتم فيها الخطيب في بيان مشاكل الأسر ومشاكل الناس والمشاكل الفكرية التي تكون في الأمة. مع ذلك في المسجد دروس علمية، سواء كان على صعيد القرآن الكريم تجويد وترتيل، أو على صعيد العلم كذلك نحو وصرف وعقيدة وسيرة وفقه وأصول وهذه العلوم. المسجد بحمد الله فيه دروس مستمرة وقائمة، كان الفترة السابقة لا توجد دروس بسبب الظروف الأمنية، أما بعد أن يعني تنعمنا ببحبوحة أمن صار في المسجد دروس علمية، وصار الطلاب يعني يقدمون إلى المسجد، والمصلون الذين في المسجد لا يقتصرون على أهل المنطقة، بل هناك من هو من منطقة العطافية، هناك من الصالحية، وهناك من حي الجامعة، وهناك من العامرية، من يأتون يتعنون إلى هذا المسجد. وبفضل الله المسجد كان الجمعة يعني هذا المسجد يكفينا يوم الجمعة. فالحقيقة الحمد لله المسجد يعني له دور، ومع ذلك مسألة الفتوى، مع ذلك مسألة الطلاقات أو المشاكل الأسرية، مسألة حتى الرقى، الحمد لله المسجد يقوم بهذه الأدوار بحمد الله. برغم الإهمال الذي تتعرض له مناطق الكرخ القديمة وهدم الدور وانتقال الكثير من سكانها بسبب التضييق الذي مارسته الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003، فإن المنطقة ما زالت تمثل إحدى ينابيع المعرفة الحضارية لمدينة بغداد، وما زالت تتميز برجالها البارزين في العلم والأدب والسياسة والإدارة.